أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننقل لكم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من ساحة الفاتح من سبتمبر في العاصمة أسمرة، حيث يؤمها جموع من المصلين من كل نواحي مدينة أسمرة. نتمنى لكم متابعة ممتعة. سلام كم يتحدروز خبركم تقطعتلتي مدبنا بأقرب قلت تلفزيون إيرتران بدم صحفة تقطعتلنا زلقم رحوس عيد الأضحى نابلنا وقعوي صلاة العيد أب ميدا بحت مسكرم جمير له نتي وقعوي ناي عيد سنة سرعات كتكتاتلو بأخبروت نعدم سناي مكتتال رحوس عيد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الصلاة الجامعة. قوموا إلى صلاة العيد رحمكم الله. استقيموا واعتدلوا، سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرجة فيما بينكم. لا تسبقوا الإمام في ركوع وسجود ولا تساووه. استووا تستوي قلوبكم. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء وزلزلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء والسراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، 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 الله أكبر. ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر. ما صام صائم وأفطر. الله أكبر. ما قام قائم وذكر. الله أكبر. ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر. ما لاح صباح عيد وأسفر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المقدم والمؤخر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله، فتقوى الله وقاية من العذاب وطريق إلى الفوز والثواب. ها قد أقبل علينا عيد الفطر بكل ما يحمله من معاني البهجة والفرحة. إنه عيد الجائزة، عيد الثواب، عيد لمن صام وقام وزكى طاعة لله. هذا يوم الفرح بقوة الإرادة وشدة العزيمة ومجاهدة الشهوات. هذا يوم الفرح بانتصار النفس على الشيطان وانتصار الروح على الطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للسائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. شعاركم في هذا اليوم الأغر التكبير: الله أكبر. ما أعظمه، ما أعظمها من كلمة، الله أكبر. ما أجله من شعار، الله أكبر. ما أصدقه من هتاف. التكبير شكرًا لله تعالى على ما أنعم ووفق لأداء فريضته، ولتكمل العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. دو التكبير في كل مكان وعم صداه الأكوان. الله أكبر، بها نفتتح الصلاة. الله أكبر، بها نزين الأعياد. الله أكبر في السراء والضراء. الله أكبر في الصباح وفي المساء. الله أكبر الحصن الحصين. الله أكبر الدرع المكين. الله أكبر ملاذ الحزين. الله أكبر، تحت ظلالها يعيش المؤمن طوال حياته من ميلاده إلى وفاته، وبها يجد المؤمن السكينة والراحة في كل حين وأوان. إذن فإن شعار عيدكم هذا وهتافكم الله أكبر يجب أن يقترن بإذعانكم لأمر الله الأكبر وانتهائكم عما نهى وزجر. أيها الموحدون والموحدات، لقد كنا بالأمس في عبادة جليلة، عبادة الصيام، ازدحمت في زمنها المساجد بالمصلين وبطاعة الله وذكره وتلاوة القرآن، وعمرت القلوب بالرحمة والشفقة، وعملت الجوارح فيها بالجود والإحسان. فتقبل الله جميع طاعاتكم وصالح أعمالكم،
وجعلنا ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الصائمين الذين يدعون من باب الريان في الجنة يوم القيامة. يأتي عيد الفطر بعد أن نالت أرواح المؤمنين زادها من العبادة، ففتح لها الإسلام باب المباح الطيب لتكتمل التربية الروحية والبدنية. وبذا يوازن الإسلام كعادته بين مطالب الروح والجسد، ويوائم بين مصالح الدنيا والآخرة. ولذا فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار الفرح والسرور واللهو المباح في يوم العيد. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وفي رواية أخرى: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. إلا أن هذا الفرح وهذا السرور في يوم العيد مقيد بضوابط شرعية، فعيدنا عيد فرح وسرور بعبادة الرب الغفور، وليس تحللا من قيود الشرع، ولا طيا لبساط العبادة، ولا هدما لبناء الأعمال. إذن فلنحذر أن نبارز الله بالعصيان في هذا اليوم، فتمحو الذنوب أثر الصيام والقيام من النفوس. أيها المؤمنون والمؤمنات، مضى شهر السلام والطمأنينة الذي يعقد فيه المسلم صلحاً مع ربه بالطاعة والامتثال والعبادة والابتهال، ويعقد صلحاً مع نفسه بكسر شهواتها وقمع أهوائها وترويضها لتصير نفساً مطمئنة، ويعقد صلحاً مع الآخرين بالإحسان إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي حماية ووقاية، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. إذا هوجم يتذكر العهد مع الله وأجر الصابرين على تحمل الأذى، فلا يملك سوى أن يرفع راية السلام ويجهر بشعار الأمان قائلاً بقلبه وبلسانه: إني صائم، إني صائم. ما أبلغه من شعار وما أحكمه من جواب يذكر به الصائم نفسه، وفي الوقت ذاته ينبه المعتدي أنه في عبادة لا ينبغي أن تخدش وتجرح. هكذا يتدرب الصائم كيف يضبط نفسه، وكيف يكزم غيظه، وكيف ينشد السلام لنفسه ولغيره. بهذا الانضباط يكون الصيام كاملا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو الإسلام، دين السلام، الذي فرض على المسلم شهراً في العام ليدخل مدرسة الصيام، ليتدرب على الاستقامة والتحلي بمكارم الأقوال والفعال، لتشيع ثمرات صيامه في سائر الأيام. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واستغفروه يغفر لكم. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، في هذا اليوم المبارك تبرز قيم الإحسان ومكارم الأخلاق في أجل صورها. في هذا اليوم يتسع روح الإخاء ويمتد إلى أرحب الآفاق. هذا يوم انتصار الجود على الشح، هذا يوم تغلب الحب على الكراهية. ولذا فلتحقيق معاني اجتماعية ولذا فلتحقيق معاني اجتماعية وإنسانية شرعت في ختام شهر رمضان زكاة الفطر قبل أداء صلاة العيد، واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، والواجب فيه صاع على كل فرد، وقدر الصاع بنحو 3 كيلوات من غالب القوت البلد. ومن أخرها ولم يخرجها قبل صلاة العيد فهي في ذمته ولا تسقط عنه إلا بإخراجها. وقد شرعت زكاة الفطر لحكم سامية ومقاصد نبيلة، منها التوسعة على المحتاجين وسد حاجاتهم وجبر النقص أو الخطأ قد يكون وقع فيه الإنسان خلال صومه. أيها الناس، لقد ذقتم على مدار شهر كامل مرارة الجوع والعطش والحرمان والحاجة، ولا شك أن هذه الأحاسيس قد حركت فيكم المشاعر ونمت فيكم العواطف لتنظروا إلى إخوانكم الفقراء والمعوزين نظرة إنصاف ورحمة، نظرة عطف وشفقة، فأدخلوا السرور على قلوبهم مما من الله به عليكم من فضله. جاء في الأثر: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أيها الموحدون والموحدات، في هذا اليوم الأغر يشاركنا في إقامة شعائر العيد إخوة وأخوات لنا من السودان الشقيق، من أرض النقاء والصفاء، أرض العطاء، أرض العطاء، من أرض النقاء والصفاء، أرض العطاء والسخاء، أرض السماحة والإخاء، الذين ينزلون بين أهلهم وإخوانهم في وطنهم الثاني، وهم موضع ترحيب وعناية من الإريتريين عامة. فحللتم أهلاً ونزلتم سهلاً، وإن الأزمة التي تمر بها بلادكم ستمر مر السحاب بإذن الله تعالى. وإلى أن تنجلي استعينوا بالصبر وتزودوا بالدعاء وتوكلوا على الله، فإن الله جل في علاه أكد أنه مع الصابرين، فقال سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين. معية الله عز وجل تجعلهم في أنس دائم بربهم، يحسون أبدا بالنور يغمر قلوبهم ولو أنهم كانوا في ظلمة الليل البهيم، ويشعرون بالأنس يملأ عليهم حياتهم وإن كانوا في وحشة الكروب. واستبشروا بالجزاء الأوفى الذي ادخره الله لكم، حيث أعطى على الصبر من الثواب ما لم يغط على غيره، إنه ثواب بغير حساب بلا عد ولا إحصاء. فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الختام نهني الشعب الإريتري في الداخل والخارج والعالم الإسلامي أجمع بالعيد،
والتهنئة مقرونة مع التحية إلى قوات الدفاع الإريترية الباسلة بناة الوطن وحماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة وعن بقية الصحابة والتابعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وزكواتنا وسائر أعمالنا، واحفظ بلادنا، وبارك في أرضنا وسمائنا وبحرنا وزرعنا وضرعنا، ووسع أرزاقنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم انشر رحمتك على أرض السودان، واجعله أمنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء، واجمع شمل أهله، وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تحقن دماء أهل غزة المستضعفين. اللهم آمن خوفهم، وأشبع جوعهم، واجعلهم تحت كنفك وحمايتك من القتل والجوع والتشريد، وكلهم وليًّا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. صلاة الجنازة اللاتنا، بارك الله فيكم، صلاة الجنازة اللاتنا حنسب المرحومة خديجة بيان عبد الرحمن. خبركم تقتتلتي مدبنا كاب ميرا بحث مسكرم كتاك محرالف زي صنحة سنة سرعات وقعو سنة سرعات صلاة العيد أبزي تزازي منه روحوا سعيد، كل عام وأنتم بخير. ندابلنا كابزي كاب ميرا بحث مسكرم كنا محرالف صنحنا فلي مدب أبزي زازي منه لنا روح معلتي. المشاهدون الكرام، كنا معكم في من ساحة الفاتح في سبتمبر، ونحن نقول لكم صلاة العيد، عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.